ينضم إلينا من الخرطوم عبر سكايب مراسل غد محي الدين جبريل. محي الدين، ما هي الصورة لديك في الخرطوم وإلى أين وصلت حركة المظاهرات إلى الآن؟ سهام، يبدو أن المقر الرئيسي لتجمع التظاهرات في منطقة السوق العربي وسط الخرطوم قد تم التصدي لها بقوة وقبضتها السلطات، لكن التظاهرات لا زالت تجري في أحياء شعبية أخرى، من بينها وأكبرها في حي بري العريق شرقي الخرطوم، إلى جانب مناطق أخرى مثل الحلة الجديدة جنوبي الخرطوم ومواقع أخرى. شهود عيان سمعوا أصوات إطلاق الرصاص في حي بري قبل أن يتداول أو بعد أن تداول الناشطون صور فيديو لشبان أصيبوا، يبدو أن أحدهم إصابته خطيرة بعض الشيء. لم يتسنى لنا التحقق من حجم الإصابة حتى الآن، ولكن في الحلة الجديدة سمع إطلاق رصاص، وفي ضاحية بري شرق الخرطوم سمع إطلاق رصاص. مدن عديدة خرجت وشاركت في احتجاجات اليوم في الموعد الواحدة ظهرا، كما أنه ربما للمرة الأولى تخرج قرى خارج المدن الرئيسية. أيضا هي المرة الأولى التي نشاهد فيها سيارات إسعاف تقف في منطقة وسط الخرطوم إلى جانب سيارات عسكرية وأمنية أخرى. طيب، لم يوجد هناك أي رد فعل للحكومة، وماذا فيما يخص الاعتقالات إلى الآن؟ الاعتقالات، تم اعتقال عشرات الناشطين من منطقة وسط الخرطوم ومواقع أخرى، كما جرى اعتقال عدد من الناشطين في مواقع أخرى في المدن مثل كسلة وحلف الجديدة وسنار وما إلى ذلك. أيضا طالت الاعتقالات عدد من الصحفيين ومن بينهم الصحفي المعروف فيصل محمد صالح المدافع عن حقوق الإنسان، إلى جانب الصحفية المعروفة شمائل النور وآخرين. تم اقتحام مقر صحيفة اليوم التالي وفقا لإفادة أو تغريدة لرئيس تحريرها مزمل أبو القاسم قبل قليل، أن أفراد عسكريين اقتحموا مقر الصحيفة ويقتادوا صحفيين من داخلها. شكرا جزيلا لك محي الدين جبريل، مراسل الغد، كنت معنا من الخرطوم عبر سكايب.